السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا واحد الشيء مهم في برنامج مايكروسوفت اكسس 2007، عفوا برنامج مايكروسوفت اكسل 2007. هذا الشيء هذا هو اورينتاسيون، او لا كيفية تموضع الكتابة في وسط الخلية او لا في وسط السيلول. مثلا نكتبوا احنا على سبيل المثال جيتي تيزي بوينت، وغادي نزيدو في اللارجور عفوا بهذا الشكل هذا، ونفس الطريقه في لوتر. ثم غادي نشوف، تلاحظوا ان هاد جيتي تيزي كتبت في التحت وفي جهه اليسار، وكيف قلنا في الحصه اللي فات اننا ممكن نغيرها بهذا الشكل هذا عن طريق هاد ليكون جوج لالينيوم. ثم انا ما بيش نغيرها البوزيسيون تاعتها، اما الفوق او لا التحت او لا في السونتر او لا غوش او لا غوا، بيتها انا مثلا تكون مايله بهذا الشكل او لا مايله بهذا الشكل او لا عندها شي شكل اخر. يكفي انني غادي نتوجه لهاد الايكون تاع ابي، وفي واحد السهم تحتو بهذا الشكل، ثم غادي نكليكي ونستنى مثلا ابي بهذا الشكل. تلاحظوا ان جيتي تيزي ولات مكتوبه بهذا الشكل هذا، او لا ممكن نسي مثلا هكا، تلاحظوا انها تكتبت بهذا الشكل هذا او لا بهذا الشكل هذا على شكل حروف. غادي نهبط لتحت باش يبانو لي كاركتير الاخرين اللي باقين بهذا الشكل. نعم، اذا هذه الطريقه. اول حاجه تنزل تنمشي تن سيليكسيوني ديك السيلول اللي بينزل عليها هاد لو تريتمون، ابخي تنتوجه لهاد لي كونتاع اب بي اللي هي اورينتاسيون، ثم تنسي الشكل. و امتى غادي تجلى الضرورة نتاع هاد لورينتاسيون؟ فاش يكون عندي انا مثلا شي طابلو، تيكون عندي شي طابلو مثلا هنا فيه ليلين، وهنا فيه هنا فيه مثلا على سبيل المثال اسماء التلاميذ، وهنا عندي مثلا نقاط. هنا تنبي تكون عندي نكتب مثلا شي كتابه ما خصهاش، خصها تجي مايله باش تجي كومباتيبل مع لي لين و لي كولون. وهذه الطريقه نتاع الاورينتاسيون والدور نتاعها والميثود اللي كاينين فيها، وغادي نكتفي بهذا القدر هذا حتى الدرس مقبل ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.